السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة السائقين في جميع المدن وجميع المجالات في المغرب، في الشمال وفي الجنوب، العاطلين عن العمل، أنا أشكركم على تواصلكم وحبكم وتشجيعكم لنا في القناة. في الحقيقة طلبات العمل اللي كتجيني كلها، كل طلبات العمل الناس باغيين يخدموا شوافرية. إحنا عندنا في الشركة ديالنا ماشي سائق، مسوق، والمسوق هو اللي كيبيع شي حاجة، وحنا كنبيعوا منتجات ديال الاحجار الكريمه. اللي بغى ياخذ فكره على المنتجات ديالنا يدخل لهذا الموقع هذا، حق هذا الموقع هذا، هذا موقع ديالي الشخصي. هذه هي المنتجات اللي كنبيعو. اشنو مطلوب منك انت باش نكونوا واضحين مفاهمين؟ انت كتخدم في التسويق، كتخدم في الانترنت او غير ذلك، كتشري سلعه او لا ما تشريهاش على حساب، يعني ماشي ضروري، ماشي شرط، انما انك انت وسيط بين الشركه وبين الزبناء، يعني بين الكليان. اول حاجه كتربح فلوس عن طريق عمولات. من بعد اذا بديتي كتبيع تحصل على راتب شهري، هذا على حسب القوة البيع ديالك. اذا كنتي مسوق جيد فاننا نعطيك رتبة شهرية كتروح ما بين 2000 3000 حتى 5000 درهم، على حسب الاقدمية ديالك وعلى حسب. اذا اللي هو مهتم بهذا العرض هذا وبيشتغل معنا مرحبا به، ما كاين حتى شي مشكل، اتصل معنا في الواتساب، اكتب لي طلب عمل في تسويق الاحجار الكريمه ونحن سنرسلك واحد المطبوع غادي تعمرو في الحساب البنكي ديالك. اللي ما عندوش حساب ما يعمروش، رقم التسجيل خليه خاوي، حنا اللي غنعمرو. حباشو، قناه الاحجار الكريمه، قناه الاحجار الكريمه، قناه الاحجار الكريمه.